اول حاجه هتبل الجمبري. المقادير بتاعتنا، المقادير بتاعته عندي توم وعندي ليمون وعندي التوابل بتاعته. هنتبل الجمبري الاول. اول حاجه في الجمبري هحط له التوم. نجيب واحد كده برده، عملنا مكرونه وجمبري دلعيني يا شيف. اول حاجه بنزل بالتوم، بعدين بنزل بالليمون، ليمون، بعدين بنزل بالتوابل. معايا هنا كمون وملح وكزبره، كزبره ناشفه. ولو حابين تحطوا بهارات سمك برضه. ايوه كنت لسه هقول لك، يعني بهارات السمك بقى، عشان في ناس فكره البهارات دي عندها في اي اكله مطلوبه. لا بصي، البهارات حلوه خالص طبعا في السمك، بس في ناس ما بتحبهاش، يعني دي اختيار. يعني انا احب طعم الحاجه هو اللي يبان. ايوه عشان كده ما بكترش في التوابل، ما بحطش توابل كتير. احنا كده تبلنا احنا الجمبري. في ناس كمان بتعمل الجمبري بقشره، فده بيبقى رخم. بيبقى حلو، بيبقى حلو كل حاجه، بس بيبقى رخم في الاكل بقى، يعني كده لسه هتقشري. لكن ده لا، ده بتاكليه كده على طول. ايوه هي مشكله التقشير. ايوه وبالذات لما نبقى على الهوا بقى. هسيبها دي كده. ما تعرفيش تمسكي وتقشري. هتاكلي ولا تقشري؟ ماشي حلو. ايوه صح. بعد كده هعمل الشوربه. انا هنا هعمل الشوربه، يعني شوربه بسيطه اقتصاديه، هعملها برؤوس الجمبري. هو الشوربه السي فود عامه بتتعمل يعني بكذا حاجه. في الفطار بنعملها بالكريمه. طبعا احنا عشان ندينا صيام دلوقتي وكده مش هنعملها بالكريمه. لا طبعا. بس في ناس بتحط لها صبيط في الشوربه، سمك فيليه، اي انواع السمك عامه بتتحط معاها يعني كده. استاكوزا بقى. استاكوزا بس احنا لو مش عندنا ده كله احنا مش هنعمل، يعني برضه هنعمل الشوربه. مش جو عامه، جو برد ويحتاج الشوربه، الشوربه حلوه في الشتاء. فانا هعملها بحاجه بسيطه خالص. يلا بينا. نعلي هنا. هنا؟ نعلي ست كده. مقادير شوربتنا ايه بقى؟ الشوربه بقى هعمل كده زيت، شويه زيت، وهنزل برؤوس الجمبري، هشوح كل الخضار معايا. ده بينزل منها صوص بقى وحاجات كده؟ ما بص رهيب. بتبقى تحفه بصراحه. هي عامه الرؤوس بتاعت الجمبري بيبقى فيها بطارخ. البطارخ دي هي اللي بتعمل الشوربه. هي اللي بتعمل الشوربه طبعا. بتخلي طعمها تحفه بصراحه. طعمها جميله. بنزل كده بالرؤوس بالشكل ده، ومعايا هنا جزر وكرفس. بنزل برضو عليهم كله على بعض. كله على بعض. استنى الاول ادي تشويحه. لا كده بقلبهم. انا بقلبهم كله مع بعض عشان ايه ريحتهم تطلع كلها مع بعض، يشربوا من بعض. معايا هنا بصلايه برضو، بفضل اقلب. ومعايا التوابل. ننزل بالتوابل. ملح وكزبره وبهارات سمك و بص كمون. ايوه السمك اديله كمون على طول. ده لازم، هو اساس السمك عامه الكمون والكزبره والليمون. ده لازم، ده اهم حاجه فيه اصلا. احنا هنسيبه شويه، ننزل الميه بتاعته. هنزل الميه واسيبه كده بس يغلي دقيقتين بس وخلاص كده. وبرده هحط له ليمون. ايوه موضوع كبير قوي النهارده، قوي قوي قوي، في حاجات كتير. كده كده احنا نزلنا بكل حاجه. احنا كده هننزل بس بالميه وهنسيبها على النار دقيقتين مفيش غير. اول ما تغلي كده خلاص. بس كده نسيب. بعد كده هنعمل الجمبري بالخضار. طب قبل ما نعمل بقى الجمبري بالخضار، نطلع بالمكرونه نشوف بقى الشكل النهائي بقى بعد ما استوت. ماشي. ما هي شكلها بقى كده، ادي شكل المكرونه. ايوه اهي، بصوا بقى ما فرقتش حاجه عن الفطاري اهي. الله. وطبعا كالعاده
مش هينفع اقطعها عشان الشكل بس ايه شكلي بيصعب عليا قوي ان انا اقطع ولا اقطع يا مخرج. بجيب طاسه دلوقتي احنا هنعمل الجمبري المشوي سوري الجمبري بالخضار مش هينفع انا كنت حاسه. بنزل كده بالزيت حبة زيت حلوين احنا معنيين النار خليها 8 كده كمان قوي كده كمان ماشي يلا بينا البصل فلفل الوان ايوه والجمبري بقى احنا متبلينه متبلينه جاهز وكده فيعتبر مش هياخد مننا اي وقت برضه هننزل بالبصل هنخليه يدبل معايا حاسه مش هنكش حاسه انا احنا الشوربه شغاله تمام كده الشوربه هسيبها بس شايفه اللون اللي فيها ده لون الشوربه اعتبر هي شوربه بسيطه من غير مكونات كتير في نفس الوقت ما يعني مثلا ما عندناش مثلا سبيط ما عندناش سمك اي حاجه هي مثلا هي رؤوس الجمبري بس جبت الجمبري خدت بعمل منه جمبري بالخضار بعمل منه شوربه جمبري بسيبها كده بس تدبل معايا نروح للمكرونه بس شايفين الجبنه سايحه عارفه عيني هتطلع بس مش هقطعها مش هقطعها صراحه هي فول الصويا بيدي طعم تحفه انا متاكد مع الخضار مع الخضار يعني بصي ممكن احنا كل مره بنعملها بالعدس بجيب بالقصدي بفول الصويا بالبقص مهروسه وكده لا عدس بجيب المره دي مختلف عشان ما نزهقش برضه احنا كل ما نعمل المكرونه بشاميل بنعملها بالبطاطس ايوه صح بفول الصويا مش عارفه بايه بالمشروم فاحنا عشان ما نزهقش من المكرونه البشاميل نعملها المره دي بعدس بجيب جديد نعملها طيب احنا البصل هننزل بقى بالخضار بعد كده اول ما يدبل بس سنه معايا الجمبري ما بياخدش على النار وقت لا يعني خالص هو يعتبر يعني 5 دقايق ما فيش غرام ياخد لون محتاج ما بيبقاش محتاج قوي لا لا ننزل بقى بالايه عشان وقتنا ماشي الفلفل الالوان كده يدبل معايا برضه انا مش عايزه فلفل الالوان يدبل معايا خالص عايزه بس البصل هو اللي يدبل او كلهم يعني مع بعض بس تست صغير مش كبير مش هندبله قوي عشان ننزل بالجمبري بقى لسه الجمبري كمان هياخد سوا ف اهو كده ايه الاكلات بقى اللي انت بتحبي تعمليها على صفحتك؟ قولي لنا صفحتك على الفيسبوك واليوتيوب هتسمع وصفه اكله مع رينا عاطف
دايما بحب اعمل الاكلات صيامي. دايما بحب اعمل مثل حواوشي، تشيز كيك صيامي، حلويات يعني. وممكن اعمل برضو، كنت اخر مره عامله جرنبيط بخلطه حلوه خالص. حلو ده. يعني في كام اكله صيام. انا عامه بحب الاكلات، يعني بدخل المطبخ بفني. بيخش يطلبوا على الصفحه بقى اعمل لنا مثلا اكله كذا. مثلا واحده حابه عايزه اي حاجه بتكلمني تقول انا عايزه كذا، بقول لها حاضر بعملها. حلو جدا. وصفات سهله وبسيطه وتجديد يعني. طبعا.